الو ايه ايه معلم شو وصل لك ايه هالشاب ريفيزيون جنرال بدي اعمل له ريفيزيون جنرال شو بدي اقطع حط لك ايه معايدي نزلت بجوره قويه بدون انتباه غيرها معك احط الاصلي كله ما بدي تقطعني دخيلك ما بدي تقطعني ايه طيب ريفيزيون جنرال اوكي يلا باي شو هيدا الميكانيسيان؟ لا مش الميكانيسيان هذا الكندرجي كندرجي؟ شو قصدك فادي الكندرجي؟ خلصنا ميكانيسيان بعت سيارتي وعم بنفض سكربيناتي كله بدك كيف شو هاي؟ لا انا ما بقى فيي اتحمس معقولة بنزين 16200 ليرة لوين رايحين؟ تذكريني فادي ما تذكريني انه شو استكراد يعني انه يابا احنا عايزين هالبنزينات نزلين فيها طرق بغلوا 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 شفتي؟ استكراد صفي ايه انا والله مستغنية ما بدي البنزين والله برافو عليك مزبوط؟ برافو عليك عملت حساباتي بالنهار بين صبحيات وتعازي وتهاني وجباتي ومشاويري بدي 160 170 الف ليرة وهيدي شو بعد ما فت على الجراج بعد ما غيرت زيت ما غيرت كوليه ما صلحت وحطيت مصاري والله معك حق برافو منيح اللي عملته خلص وديت السيارة بدي ارجع على السكربينات بعدين المشي منيح لصحتي ما تاخذيني بهالكلمة واوفر لك ايه مزبوط مزبوط يا ولا لا مزبوط معك حق هيك لازم نعمل كلنا صدقيني اوفر لك بعثت له سكربينة البنية لمعلم جاهدك جمعة ضل يشتغل فيها يومين ريفيزيون جنرال ما خلى شيء غير لك شيء في القطع كعبية ضبان نعل كله الاصلي ها لا كله الاصلي وعمل لي قلت له بدي اعمل زنار بويا مشان اللي بطيح البواب انا بمشي بطبق بالبواب بالبيت قلت له دعن لي اياها داير من دار ما قبل عملها كلها مش بس زنار وعملها دهنا يا وجهين وكل هيدول 5000 ليره 5000 ليره مش اوفر من السيارة اكيد معقول مزبوط ايه ولا لا طبعا سكربينتي السوداء صرت ماشي فيها 28 كيلومتر وبعدني ما بحط عليها ليره غيري كعبيات ومشي يخز العين مثل النحلة ايه مزبوط مثل النحلة شو عرفك هيدي معي سودة وريه اصفر بالعرض شايفتيها انت ايه لا ولا ما بحط عليها ليرة هلا اسكربينة التحلية كانت هيك بطلوع عم تحمى شوي مش اسكربينة يعني اجري عم تحمى بالسكربينة لا طالعة بشد ايه اخدت له اياها لبس لي اياها قماش من جوا والله صارت فرجي يا رولا والله فرجي ايه فادو بالنتيجة يعني معك حق بكل اللي عم بتقوليه بس هلا مرات في مسافات طويلة وبعيدة بتاخد وقت يعني مشي ولا لا بشرفك شو؟ شو؟ ولا شو اخترعوه سبيدرين؟ شو؟ سبيدرين لشو اخترعوه؟ سبيدرين؟ ايه؟ اسبادرين قصدك فادو ايه هو الاسبادرين منيح كمان بس انه سبيدرين اسرع ايه هو التغلاية اللي هلكتها انه كل شهرين يغلوا تغلوا رح تصير تنكي بعشرين الف يعني مش معقول شو بقلوا لك البنزين غالي عالميا مصر. لا ولا انا بخليني على سكربينات احسن على قليل الكندرجي ما بغير كيف يعني يعني كندرجي وبعده مش انه بقول لك بدي يصير درجتين او بدي يصير ثلاث درجات لان عالميا صاروا ثلاث درجات كان درجة وبعده من ايام جدودنا درجة واحدة درجة مضبوط يا ولا لا ايه مضبوط معك حق إيه. معك حق هلا ساعتنا بكرة على السيارات العمومة ايه ولا عرايتك مضبوط بكرة بغلوا التاكسيات شو خاص التاكسيات ما انت هلا عم تقولي الله يساعدنا على السيارات العمومة لك سيارات العمومة عمومتي انا عم تطوع عمو فيليب عندهم امريكان من هول قدام الكبار بلو بنزين فكرت عم تحكي التاكسيات انه يغلوهم لا اي تاكسيات اوكي هيك قولي لي والله ما طلع ذكي الا هيدي نهاد بالسادس الشيطاني لا ليه شو عملت؟ مع عرس ابنها جمعة الجاي ايه عملت ليست دو مارياج بترمبة بنزين ليه؟ عم تمزحي قلت لها انا شو خوطة انت؟ بس والله معها حق قالت لي والله يقبروني عرسين جديد قال لها شو يطلعوا بنزيناتهم انه الفرش والعفش بيشتروه مش مشكلة بس مين قادر يشتري بنزين بعد شفتي عرايتك مزبوط بيفولوا على سنة سنتين بيتعبوا بنزين قد ايه غليت حتى الكوكتيل عم بيفكروا يعملوه بالترمب لا شو سلبي وشو هيك مش قصدي سلبي بس انه صار البنزين شيء يعني مثل كلاس غالي شيء لكسيه ايه اكيد لكسيه حبيبتي فادو ميزان التانكي صار حقها 17000 بكره الله يستر بدها تصير ب 20 قريبا وهيدي تانكي بنزين تانكي مش انه مثلا فضه او ذهب ابيض ما بعرف يلا فادو انا رح اقوم امشي حبيبي ودقي لي لانه حتى الاكل على النار رح ما تقوم تحترق الطبخه يلا معك سكربينتك ولا بوصلي خرب ذوقي يلا باي شو اربع ابواب ليكي انت وفين اللي صفي سكربينتي السوداء على الباب انا مسكر على سكربينتي الزيتيه تبع الجيران شوفي لي اعمل لي بويا جديد شوفي لي اذا حلوه ايه حلوه حلوه ايه هيدول تيوبلس الكعبيات تبعها